متابعينا بصباحنا مشاهدينا، ووصلنا إلى أولى محطاتنا لليوم، وخلينا نروح فيها لنحكي عن مسابقة الروبوت الآلي يلي أقيمت بكلية الهندسة المعلوماتية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة دمشق وإدارة كلية الهندسة المعلوماتية والاتحاد الوطني. ولحتى نتعرف أكثر عن المسابقة وعن الفرق المشاركة، بصرنا نرحب بالدكتور أبي صندوق مدير المسابقة البرمجية لطلاب الجامعة السورية مستوى دمشق. صباح الخير دكتور أبي، أهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحكم، صباح الخير لكم لجميع المشاهدين. يا هلا. صباح الخير دكتور. الله يسعد صباحك يا رب. خلينا نحكي اول شيء، يعني هي مسابقه فريده من نوعها نوعا ما، الروبوت يعني نادرا نحن ما نسمع عن انواع هيك من المسابقات. خلينا نحكي عن المسابقه وشو كان الهدف منها بالضبط. الله يسعد صباحكم، خليني احكي لكم اول شيء عن طبيعه هي المسابقه وشو هي المسابقه البرمجيه بشكل المجرد. يعني هي مسابقه عالميه بتتم على مستوى كل العالم بشكل سنوي، وبيتم التأهيل لها عبر مراحل مختلفة من التصفيات. بيشارك فيها طلاب الجامعات من عمر طلاب السنة الأولى لأي طالب بيداوم بالجامعة بدوام كامل. بيشاركوا فيها الطلاب على شكل فرق، بيشتغلوا مع بعض كل 3 أشخاص ليشكلوا فريق بيشتغل لفترة من الزمن لحتى يحل مجموعة من مسائل البرمجية اللي هي تحديات برمجية وخوارزميات وهذا النوع من التحديات. المسابقة العالمية بيتم التأهيل لها عن طريق مجموعة من المسابقات اللي هي على مستوى المناطق الريجنز، وبيتم التأهيل لهدول الريجنز بمسابقات وطنية، وبيتم التأهيل للمسابقات الوطنية بمسابقات بتتم ضمن الجامعات. نحن خلال الأسبوع الماضي أتمينا المسابقة البرمجية لمستوى جامعة دمشق، وهلأ تم تأهيل مجموعة من الفرق من عنا جامعة دمشق للمستوى الوطني اللي حيتم بنهاية شهر 8، بيلحقوا بعدين المستوى المحلي على مستوى المنطقة العربية بالكامل اللي حيتم بشهر 11، حتى يكون العالم إن شاء الله بالشهر الرابع أو الخامس السنة الجاية. بتشارك جامعة دمشق بهي المسابقة من 13 سنة، ولكن عادة عم يكون المشاركة محدودة. هي السنة كان في مشاركة كتير 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 كبيرة، شارك بجامعة دمشق ضمن كلية الهندسة المعلوماتية 89 فريق، يعني ما يوازي 270 شخص كانوا عم يتشاركوا، كانوا عم يشتغلوا مع بعض وعم يتنافسوا ضد بعض لحتى نشوف مين منهم هن الفرق الأقوى لتمثيل جامعة دمشق بالمستويات التالية، المستويات القادمة. تمت المسابقة على مدى 4 أيام بمساعدة كتير مشكورة من كلية الهندسة المعلوماتية بكادرها الكامل، بمساعدة كتير مشكورة من فريق المسابقة الوطنية والعربية كمان بشكل كتير كان كتير حثيث. اشتغل بالتنظيم ما يوازي 60 أو 70 شخص، أكيد لا يسح الحصر الوقت لحتى أحصرهم كلهم وأذكرهم كلهم، ولكن بدي أتشكرهم فردا فردا أكيد على هذا العمل الجباري اللي ساو. بدأت المسابقة يوم الخميس، افتتحت المسابقة ودخلوا الطلاب 90 فريق لمسابقة تأهيلية. استمرت المسابقة التأهيلية بمجموعة من المسائل المعقدة يوم الخميس والجمعة، تم انتخاب منهم 35 فريق شاركونا بمسابقة التأهيلية والنظامية أيام السبت والأحد، واختتمت الفعاليات يوم الأحد بحضور الدكتور فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشق، وبحضور الدكتور جعفر الخير ممثل المسابقة الإقليمية بسوريا، ومجموعة كبيرة كمان من الأساتذة ومن المنسقين ومن المشرفين ومن أساتذة جامعة دمشق والأعضاء الهيئة التدريسية. تم الاختتام يوم الأحد، وتم تأهيل مجموعة من الفرق اللي بلغ عددهم 12 فريق حيمثلوا جامعة دمشق بالمسابقة السورية إن شاء الله اللي حتتم بشهر الثامن، بنهاية شهر الثامن. الجدير بذكر أكيد هون أنه المسابقة السورية كمان حتتم بتنظيم جامعة دمشق اللي حيكون بتنظيم فريق مشابه للفريق اللي اشتغل بالفترة الماضية، وحينظم المسابقة على المستوى الوطني اللي حيتأهل لها فرق من كل الجامعات السورية عن طريق 9 مسابقات تأهيلية مشابهة للي صار بجامعة دمشق، ولكن المميز بجامعة دمشق كان هو العدد الضخم جدا للفرق وللفريق العظيم اللي اشتغل معنا. نعم دكتور أبي، يعني بالفترة الأخيرة كتير صار في تركيز على مسابقات الروبوت، حتى عم نشوف عند أعمار صغيرة من الطلاب قديش عم يحبوا إنه هن يعني يخوضوا تجربة فك خوارزميات وتشكيل روبوتات خاصة فيهم ضمن فرق. أول شيء خلينا نحكي يمكن قديش مهم إنه اليوم عندنا مراكز كتيرة يعني تعنى بتعليم الخوارزميات
تبع الروبوت. اليوم نحن ضمن جامعة دمشق قديش مهم انه نحن عم نخرج اجيال عم تعطي جيل صغير، وحتى هذا الجيل الصغير عم نشوفه عم يحقق مراتب كثير مهمة عالميا وعربيا ايضا. خلينا نحكي عن نقطة الاهتمام بمسابقات الروبوت ضمن سوريا. اكيد بعمر صغيرة، اكيد يعني لحسن الحظ انه نحن هلا بوقت عم يتم الانتشار بشكل كتير كبير لهذا النوع من طرق التفكير ولهذا النوع من التحديات ولهذا النوع من المسابقات. طب بس هيك بلا مقاطعة، أي عمر هيك بيقدر يستوعب إنه هو يتعلم خوارزميات الروبوت؟ تمام، نحن عم نشوفه على مستوى العالم إنه ما في عمر أدنى. أوكي. من أعمار 3 سنين وأربع سنين وأصغر، أحيانا عم نشوف حدا هو قادر إنه يدخل ويبرمج ويركب ويوصل للنتيجة اللي بده إياها، يعني فعليا يفكر بالهدف ويحط الخوارزمية اللازمة لها، يحلل الخطوات اللازمة ويبرمج هاي الخطوات وفعليا ينجز المطلوب منه. ولحسن الحظ انه هذا الشيء صار متدرج بشكل كثير واضح على مستوى العالم. صح. طرق التفكير وبعد الخوارزم بعد البرمجه وبعد الخوارزميات بطرق برمجه مختلفه، سكراتش او سي بلس بلس او غيره، لحتى نوصل بالاخير للمستوى الجامعي اللي هو عم يكون فعليا عم يحضر هدول الفرع، عم يحضر هدول المتسابقين لدخول سوق العمل بقوه كثير كبيره. ان كان على المستوى المحلي او المستوى العربي او المستوى العالمي، فهذا العمل عم يكون على التوازي بين الجامعه وبين المسابقه بانه يحضر هدول الاشخاص بوقت اكاديمي بشكل اكاديمي عن طريق الجامعه وبشكل عملي عن طريق المسابقه. وفعليا الطلاب المتميزين بهذا النوع من المسابقات هن عم يكون فرص العمل تبعهم جاهزه مباشره، انه مجرد عم يحصلوا هي النتائج ان كان بعمر المدارس او بعمر الجامعات، مجرد حصولا على الميداليات او الكؤوس العاليه فهن عم يكون فرص عملهم جاهزه. على المستوى المحلي لحسن الحظ في اهتمام كثير عالي، وكمان على المستوى العالمي والعربي. دكتور خبرنا، يعني حكيت حضرتك ذكرت يمكن انواع للروبوت الالي، هو اكيد بيتضمن اقسام موجوده داخل الجامعه، خلينا نتعرف على اقسام هي المسابقه كيف؟ هي المسابقه هي عم تتم على مراحل تدريبيه، مرحله تدريبيه وبيلحقها مرحله تصفيات واخيرا المرحله النهائيه اللي كانت معنا يوم الاحد الماضي. مراحل التدريب عم تتم على مدار السنه. فبجامعة دمشق في عنا بكلية الهندسة المعلوماتية في عنا نادي خاص بهذا النوع من المسابقات نسميه نادي البرمجة. نادي البرمجة أي طالب بينضم لكلية الهندسة المعلوماتية هو قادر ينضم لهذا النادي، وفعليا بيلاقي ضمن هذا النادي فريق ضخم من الشباب اللي هن مشابهين له بالاهتمام وبالتوجه وبالاهتمام بالبرمجة والخوارزميات وحل المسائل والبروبلم سولفينج. حيلاقي دعم، حيلاقي الفرق، حيلاقي الفرق اللي سابقته، حيلاقي الفرق اللي مأهله قبل، حيلاقي الناس اللي هي تقدر توجهه وتساعده. بننظم هذا العمل التدريبي ضمن هرميه تدريبيه، في عنا تشيف كوتشز، في عنا كوتشز انه مدربين قدامى بعدين مدربين، وعنا متدربين. بتم عمليه التدريب على مدار السنه، في عنا اوقات مثبته بالعام، في اماكن مثبته على مدار العام الدراسي، بحيث ان الطلاب تقدر تجمع مع بعضها وتدرب بعض البعض بمختلف طرق التفكير اللازمه، بمختلف الخوارزميات، بمختلف لغات البرمجه اللي هن لازم انه يتعلموها لحتى يقدروا يشاركوا بالمسابقه. بنهايه العام تقريبا بحدود الشهر الخامس او الشهر السادس بتم مجموعه من التصفيات بنسميها الجيمز، بنعمل مجموعه من الجيمز بيدخلوا فيها هدول الفرق بيتنافسوا بين بعض، والأقوى فيهم هو اللي بيتأهل لحتى يمثل جامعة دمشق بمسابقاتنا بالمراحل المختلفة. نعم. دكتور أبي، خلينا نحكي عن الفريق من الدكاترة أكيد ومن أهم الناس يلي عم يعطوا من قلبهم لطلابنا ليقدموا ولا ينجزوا مثل هيك مسابقات. خلينا نحكي عن الكوادر، كيف بيتم تحضيرها، كيف بيتم تدريبها، مين هو المشرف عليها. وصلنا لمرحلة أنه نحن قادرين أنه يعني نقدم المعلومة الصحيحة بشكل صحيح يعني تتطابق عالميا لطلابنا؟ شكرا لهذا السؤال. خليني اضوح على الكادر العلمي اللي كثير كبير. طبعا يعني حكيت على الكادر التنظيمي عظيم اكيد، بس الكادر العلمي كمان لا يمكن اغفال دوره. لحسن الحظ كمان برجع بقول انه هي المسابقه مسابقه عالميه، فلا يمكن انه نحن نكون وراء العالم او متاخرين عن العالم. فاللي عم يتم بجامعه دمشق وبكل الجامعات السوريه هو عمل عظيم لمتابعة الركب ولحتى نضل دائما على نفس الصفحة مع كامل العالم بكل ما الكلمة من معنى صحيح.
منهاج المسابقة إذا نسميه منهاج المسابقة أو طبيعة التحدي هي متغيرة سنة ورا سنة، لأنه هي المسابقة البرمجية بتتناسب مع واقع العمل، بتتناسب مع بيئة العمل. وقت عم يتغير سوق العمل، عم يتغير واقع العمل، المسابقة السنة ورا سنة هي بتغير شكلها، بتغير طبيعة التحدي اللي فيها. فلازم دائما الكادر العلمي إنه يكون متجاوب، والكادر العلمي يكون عم يلحق شو عم يصير بهي التغيرات. بجامعة دمشق بالذات، بدي أحكي عن جامعة دمشق بالذات، جامعة دمشق فيها طريقة تدريبية هرمية مثل ما حكيت قبل شوي، بحيث إنه التشيف كوتشز هن من الأساتذة الجامعة ومن الطلاب القدامى ومن الشباب اللي شاركوا سابقا بهي المسابقة، وإننا ما يكونوا معنا كمتطوعين بشكل دائم. بأي وقت نحن ما يكون في عنا معسكر أو ما يكون في عنا ضرورة للتدريب، فهننا ما يكونوا موجودين. هن عم يدربوا الجيل اللي بعد من المدربين، والمدربين هن بيتوزعوا على العدد الكبير جدا من الفرق. اكيد لا يمكن لشخص او شخصين انه يدربوا هذا العدد من الفرق، لا يمكن نقول في شخص فلان نقول هو المسؤول عن تدريب 90 فريق بالسنه، ولكن في هرميه واضحه لهذا الشيء. وانا بتشكر هدول المدربين واحد واحد. طبعا بالحفل كمان كان في لهم فقره رائعه جدا بحفل الختام، كان في فقره لتكريمهم وبتشكرهم كثير، وهلا كمان حابب اني رد كرر هذا الشيء، بتشكرهم كثير، خاصة للتشيف كوتشز اللي هنا عم يكونوا معنا دائما بشكل تطوعي، طبعا بالاضافه لكادر الكليه الهندسه المعلوماتيه من الاساتذه زي اللي هن عم يكونوا دائما رفرنس، مرجع باي محل نحن عم نوقف فيه، باي محل نحن عم ينقصنا معلومه او عم ينقصنا فكره او عم ينقصنا تجهيز معين، فالجامعه عم تكون هي دائما سند لنا، وعم يكون دائما الكادر التدريسي عم يكون دائما بجنبنا. طبعا هذا لا يعني انه الموضوع مغلق وانه نحن الموضوع هو بالكامل 100% على وجهه الامثل، دائما في عثرات، دائما في تحديات، دائما في مشاكل، ودائما جامعه دمشق عم تكون مساعده لنا بتقديم الموارد اللازمه لحتى نحن نرتفع بمستوى التدريب، نرتقي بمستوى التدريب، ونوسع طبيعه التدريب، ونزيد العدد، نزيد الكوادر، ونزيد العدد اللي عم يقدر يشارك معنا. وبنطمح دائما لانه يكون في عندنا مشاركات تدريبيه اعلى من هيك، ممكن بمعسكرات محلية وطنية أو عربية، أو ممكن إنه نحن نحضر معسكرات نقدر نستقبل فيها فرق عربية أو عالمية، وإن شاء الله هذا الشيء يعني قريب يصير. أوكي دكتور، هلا أي شخص بده يتطوع أو مش يشارك بالمسابقة، حكيت أنت إنه في أقسام عديدة، يعني وقت بيجي الشخص بده يشارك على بده ينفرز هو على القسم يلي هو بده اياه بحريته، ولا بيتم فرزه من قبل لجنه او الكادر التدريبي؟ بمراحل التدريب الاولى الحدا الجديد اللي داخل على التدريب بشكل مبكر، في عندنا برنامج واضح بيدخل ضمنه، هو برنامج مشترك بين كل طلاب المتدربين. ولكن اذا حدا هو مقطع هي المرحله، او حدا هو مشارك سابق، او حدا هو في عنده بنقول بنسميه بروفايل بمختلف المسابقات، عنده بروفايل قوي، فنحن ممكن مباشره نستفاد منه بالبروفايل تبعه. فاذا حدا حابب انه هو يشارك بقسم معين، لنفترض مثلا بنوع معين من الخوارزميات، نفترض مثلا بالرياضيات، او مثلا بدايناميك بروجرامينج، او مثلا بجراف ثيوري، او بنوع معين من التدريب، فاكيد حيكون هذا الشيء من مصلحتنا. فنحن بنتعامل مع مدربينا على مستوى الفردي، شخص شخص، كل شخص نحن بنحاول نشوف كيف هو بيستفاد وكيف ممكن انه يفيد بالطريقه الامثل. اما بالنسبه للمتدربين، فالمتدربين في لهم برنامج ثابت بيدخلوا فيه اول سنه، بينعرف كل درس شو بدهم يدرسوا، بينعرف كل اسبوع شو بدهم يحلوا، شو بدهم يتعلموا. هذا الشيء بيصير عن طريق انضمامهم لمجموعاتنا، عن طريق مثلا صفحه الفيسبوك، او عن طريق التواصل المباشر مع المدربين. طيب المتدربين او المتفوقين المتميزين بهذا المجال كيف بيتم تكريمهم؟ في عده طرق للتكريم. بالدرجه الاولى هي التاهيل للمسابقات الاعلى، هن بيمثلوا جامعه دمشق بالمسابقه السوريه، وبالمرحله اللي بعدها بيمثلوا سوريا بالجامعه على المستوى العربي، وبالمرحله اللي بعدها بيمثلوا المنطقه العربيه، او بيمثلوا كمان جامعتهم وسوريا على المستوى العالمي. السنه الماضيه مثلا على سبيل المثال، السنه الماضيه مثل سوريا 30 متسابق من مختلف الجامعات السوريه، منهم فريق من جامعه دمشق مكون 3 اشخاص ومدربهم. فهذا التمثيل هو لمصلحتنا بالدرجه الاولى، ولمصلحتهم كمان بالدرجه الثانيه. برجع بقول ما انه المسابقه هي متوازيه ومتناسبه تماما مع واقع العمل بالمستوى المحلي والعالمي، فهن عم يتم توظيفهم او عم يتم التواصل معهم من قبل شركات هي عم ترغب بانه يعززوا كوادرها بمتسابقين، باشخاص هن اثبتوا جداره، اثبتوا اصرار، اثبتوا امكانيه، فعم يتم التواصل معهم بهذا الشكل.
اكيد تطمح جامعه دمشق لانه تقدر تعمل تكريم اكثر من هيك، تقدر انه توصلهم صورتهم وتقدر انه تعطيهم حقهم بشكل اكثر من هيك، ولكن الجامعه هي تماما ما تقصر ابدا على مستوى مستوى التدريب وعلى مستوى التواصل والتكريم وعلى مستوى تذكرهم على مدى طويل والاستفادة من قدراتهم بالتدريب وبالمسابقات الثانية. نعم، يعني دكتور أبي ما بدنا هيك ننسى بالختام إنه يعني نقول إنه طلابنا خبراءنا دكاترتنا قديش نحن فخورين فيهم وقديش بترفعوا الراس كلكم بكل الإنجازات، يعني ما في أسوأ من الظروف يلي مرقت علينا إن كانت مادية إن كانت من الأمراض من الزلازل من الظروف الصعبة يلي مرقنا فيها ومن الحرب ايضا، يعني ما شلتنا هذا الشيء، بالعكس كان في اراده عن شبابنا يلي هن كلهم عطاء يلي هن مستقبلنا، عن جد يعني مثل ما بيقولوا عن جد كثير فخورين فيكم دكتور، ونتمنى لكم مزيد من التفوق وان شاء الله يا رب هيك عالميا تثبتوا بتستحقوا لانه تثبتوا المراكز الاولى والمتقدمه. بالختام مين حابب تشكر لمين حابب توجه الرساله دكتور؟ بشكرك كثير على كلامك اللطيف، اكيد نحن عم نمرق بظروف كثير استثنائيه وعم نكون على مستوى العالمي بكل ما الكلمه من معنى، شبابنا فعلا بيرفعوا الراس بشكل لا يوصف. بدي اكيد بدرجه اولى بدي اشكرهم لشبابنا يلي هن ما اثنت عزيمتهم اي نوع من انواع الظروف، وهن فعليا عم يكونوا دائما فخر مدعاة فخر وعم يكونوا دائما رافعين راسنا. بدي اشكر الادارات المختلفه يلي هي عم تدعم هذا المشروع ودعم هي المسابقه، بالدرجه الاولى اداره جامعه دمشق اكيد يلي ما عم تقصر معنا ابدا، كليه الهندسه المعلوماتيه، الوزاره بشكل كمان كثير خاص لانه كمان فعلا العمل اللي عم تساوي عمل كثير 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 كبير، كل الادارات يلي على كل المستويات اكيد ما في وقت لحتى نذكر الكل، واداره المسابقه اكيد يلي كمان عم تكون معنا داعم مباشر لحتى نقدر نوصل لمستويات العربيه والعالميه. نعم اكيد نتمنى لكم كل التوفيق دكتور ابي، يعني واهلا وسهلا فيك دكتور ابي صندوق مدير المسابقه البرمجيه لطلاب الجامعه السوريه مستوى دمشق، اهلا وسهلا فيك، شرفنا وموفقين. شكرا جزيلا يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا ويعطيكم العافيه والتوفيق والنجاح اكيد لكم. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه.